سي الراجدي مقاطعة المعارف تتفتح القاعة المتعددة الريادات بالنسبة لربة البيوت، كيفاش تشوف هذه المبادرة؟ أولا حضوري هنا ناتج من الفكرة أنني كنت مسير سابق لجامعة المعارف، وأنا فخور بهذا الإنجاز اللي قامت به الجامعة الآن، لأن هذه المبادرة كتخص النساء اللي ما عندهمش ظروف مادية ميسرة، وهذه القاعة غتكون راه الإشارة ديالهم، وفيها واحد لاكريش ديال الدراري الصغار، وفيها واحد الجو، وهذا هو السياسة ديال القرب اللي كتنوض ضد الهشاشة الاجتماعية، وما نكونوا لا نصفقوا لهذا الشيء، ونشجعوا رئيس مقاطعة المعارف على هذه المجازات اللي غادي فيها، وكنتمنى أن هذه التجربة تعمم على جميع المقاطعات بالنسبة للدار البيضاء، لأن باش يكون واحد التوازن اجتماعي وتكون واحد النهضة في محاربة الهشاشة، وخصوصا هذه القاعة خاصة في النساء فقط، والنساء اللي عندهم وليداتهم صغار كاين واحد لاكريش أساسية، ما يمكن إلا نصفقوا لهذا المنجز ونصفقوا له، ونتمنى أنه السيدة العمدة أنها تعمم هذه التجربة على المقاطعات الأخرى، وشكرا.